اهلا بكم مشاهدينا الى حلقه جديده من برنامج السوق نقدمها لكم من قناه الغد في القاهره وتتابعونا فيها. الحكومة التونسية واتحاد الشغل يتفقان على رفع أجور 670 ألف موظف عام. للمرة الأولى صندوق الثروة السيادية التركي يسعى لاقتراض مليار يورو. أهلا بكم في التفاصيل. توصلت الحكومة التونسية واتحاد الشغل الاتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام وفق قول ثلاثة مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة رويترز. ومن المنتظر بعد الاتفاق أن يلغي اتحاد الشغل الإضراب العام المزمع هذا الشهر، وتستهدف الحكومة خفض نسبة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 15.5% حاليا، وهي من أعلى المعدلات في العالم وفقا لصندوق النقد الدولي. تفاصيل أوفي ينضم إلينا من تونس أستاذ الاقتصاد بجامعة المنارة الدكتور رضا قويعة. مرحبا بك معنا دكتور عبر شاشة الغد. في البداية لو توضح لنا الإطار الذي حصل فيه هذا التوافق ما بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل في تونس حول زيادة الأجور. أيوة مرحبا بك معنا دكتور، تسمعني؟ أنا أهلا وسهلا. أيوة. لو توضح دكتور الإطار الإطار الذي حدث فيه هذا التوافق والوصول إلى اتفاق ما بين الحكومة واتحاد الشغل على زيادة الأجور. أيه. الإطار. طيب نحن نعرف أن الوضع تأزم كثيرا بين الاتحاد والحكومة اليوم، والاتفاق البارح يعني بين الطرفين هو نتيجة يعني صراع كبير ونتيجة يعني نضالات كبيرة حتى من أولياء، خاصة في قطاع التعليم الثانوي والتعليم العالي كذلك، ويعني الطبقة العاملة والموظفين في القطاع العمومي. فيعني الاتفاق البارح يعني حصل يعني بين الطرفين، وتبقى يعني الكلمة الأخيرة للهيئة الإدارية الاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة نقابة التعليم الثانوي في تونس. أنا أعتقد أنه اليوم ما حصل هو يعني ينبأ بأنه سيقع الاتفاق سواء في المناطق الداخلية والنقابات الداخلية، وهذا سيحل يعني مشكل كبير أصبحنا نعيشه اليوم في القطاع، سواء قطاع لم تتوفر أي تفاصيل دكتور رضا عن التعليم الذين ستشملهم هذه الزيادة أو نسبة الزيادة. بالطبع يعني كان نحكيه على القطاع الثانوي، يعني التعليم هو سيقع احترام ما وقع الاتفاق به في القطاع الابتدائي، التعليم الابتدائي، بمعنى أنه يعني من كان قد اشتغل 35 سنة يمكن أن يخرج للتقاعد سنة في بعد 55 سنة، وكذلك وقع الرفع من منحة الامتحانات، إصلاح الامتحانات، وكذلك يعني النقطة الثالثة هو مشكلة المتقاعدين، يعني تشملهم الزيادات. هذا بالنسبة للقطاع التعليم الثانوي. أما بالنسبة للوظيفة العمومية فوقع الاتفاق على أن تقع الزيادة في سنة يعني سنة 2017 و 2018 زيادة تتراوح بين 136 دينار و 180 دينار حسب الوظائف، حسب يعني الدرجات. وسيقع يعني اجتماع ثالث في شهر جويلية 2019 حتى للنظر
في زيادات لسنة 2019، وزيادات ستبدأ من شهر ديسمبر 2018. طيب دكتور، كيف سيتم حوصلة عامة، كيف ستتم عملية تمويل هذه الزيادة؟ يعني ألا تتعارض مع مستهدفات الحكومة لخفض نسبة أجور القطاع العام وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي؟ هذا المشكل الأساسي في تونس، هو أن الحكومة اليوم يمكن أن نقول أنها بين السندان والمطرقة. يعني ميزانية الدولة تعاظمت فيها يعني النقص في التمويلات. بالطبع لاحظوا أن الحكومة ستجبر على الاقتراض من الصناديق الخارجية، سواء من البنك الدولي أو من صندوق النقد الدولي. ونعرف أن اليوم يعني هذه المؤسسات الدولية تضغط على الحكومة حتى تحد وتنقص من ميزانية الوظيفة العمومية، وكذلك يعني أنها ستلجأ إلى الاقتراض والديون الأجنبية التي أصبحت اليوم تمثل عبء كبير على ميزانية الدولة وعلى الاقتصاد التونسي. ولكن كما يقال، مكره أخاك لا بطل. هل يعني هذا الاتفاق أن تلغى الدعوة إلى الإضراب الذي كان مقرر هذا الشهر من قبل اتحاد الشغل التونسي؟ يعني إذا أخذنا يعني ما اتفقت عليه يعني الاتحاد العام التونسي الشغل يعني بممثله الطبوبي والحكومة، أعتقد أنهم قبلوا. لكن الكلمة الأخيرة اليوم للهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، اللي مجتمعين هم لحد الآن، وأعتقد أنه يعني المسؤولين النقابيين لهم الكفاءة أنهم يقنعوا القواعد، لأنهم هم مقتنعين بما حدث وما تحصلوا عليه. وأنه اليوم يعني صورة الاتحاد العام التونسي للشغل هي المطروحة اليوم. نعرف أنه العديد من المواطنين وأولياء التلاميذ يعني أصبحوا يشكوا في مصداقية الاتحاد العام التونسي، والاتحاد العام التونسي للشغل يعني له يعني مصلحة أنه ينهي هذه التظاهرات وهذه الاحتقان الاجتماعي في تونس. أشكر جزيلا. أعتقد له الشكر. من الكفاءة أنه يضغط على القواعد الداخلية وينهي هذه الإضرابات. أستاذ الاقتصاد بجامعة المنار، نستناو الساعات المقبلة تعطينا الحل. الدكتور رضا قويع، أشكرك جزيل الشكر دكتور. تعاقد صندوق الثروة السيادية التركي مع بنكي سيتي جروب الأمريكي والبنك الصناعي التجاري الصيني لترتيب حصوله على قرض بقيمة مليار يورو، وستكون مدة القرض عامين مع خيار مده عاما إضافيا، حيث يعتزم الصندوق استخدام القرض في ضخ السيولة النقدية إلى الشركات المملوكة لهم. وسيكون هذا القرض هو المرة الأولى التي يلجأ فيها الصندوق إلى الأسواق الدولية للاقتراض. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان المحلل الاقتصادي حسام عايش. مرحبا بك معنا سيد حسام عبر شاشة الغد. للمرة الأولى توجه صندوق الثروة السيادية التركية إلى الاقتراض من الأسواق العالمية، ما الذي تعكسه هذه الخطوة برأيك؟ يعني هذا الصندوق هو يعني صندوق جديد أنشئ في شهر آب أغسطس من عام 2016، ولم يباشر أعماله حتى الآن، وإن كان يمتلك أصول الحكومة التركية في شركات ومؤسسات، وسواء كانت نفطية أو في بنوك أو غيرها. وأصوله تقدر بحوالي بين 160 مليار إلى 200 مليار دولار، ومع ذلك هو لم يبدأ نشاطه لأنه لا يوجد سيولة لديه. وأمام الحاجة لبدء هذا النشاط، فأمام حلين: إما أن يبيع جزء من هذه الأصول للحصول على سيولة، أو أن يقترض يعني من المؤسسات المالية الدولية، وهذا ما حدث. وبالتالي هذا الاقتراض يعني يفترض أنه بحجم صغير قياسا إلى حجم الديون التركية الخارجية المقدرة بحوالي 460 مليار دولار، لكنه مع ذلك
يعني بداية من الواضح أنها يعني متعثرة إلى حد ما، فكان يطلب به أن يبدأ العمل والنشاط معتمدا على قدراته الذاتية، ومن الواضح أن ذلك لم يحدث حتى الآن. يعني هناك أزمة سيولة تعاني منها الشركات في تركيا والمستثمرون هناك، أسباب هذه الأزمة برأيك سيد حسام، وإلى أي مدى هذه الخطوة يمكن أن تعالجها؟ يعني مما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتحول جزء من الاستثمارات من اقتصاديات الدول الناشئة ومنها تركيا إلى يعني استثمارات في دول أخرى وبالذات الولايات المتحدة، وخصوصا أنه يعني حتى منتصف العام الماضي خرج حوالي 18.5 مليار دولار استثمارات من تركيا للخارج، كل ذلك مصحوبا بارتفاع معدلات التضخم التي أدت إلى ارتفاع معدلات الفائدة التي وصلت إلى حوالي 24%، وهذا كله أدى ويؤدي إلى مشكلات تتعلق بارتفاع كل التمويل والاستثمار، وأيضا هذا قلل من عوائد الشركات التركية وإيراداتها المطالبة، يعني بتزديد حتى منتصف العام الحالي بحوالي 180 مليار دولار. كل ذلك أدى إلى مزيد من الضغط على قدرة المستهلكين على الإنفاق بسبب ارتفاع معدلات التضخم إلى نسب قاربت 25% يعني في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وهي نسب هائلة يعني قياسا إلى معدلات الأجور التي لم ترتفع بهذه النسب، وأيضا هذا كله أدى ويؤدي لها مزيد من التراجع في النمو الاقتصادي. يعني تركيا تتحدث أو تحدث وزير الاقتصاد التركي عن معدل نمو اقتصادي متوقع في 2019 ب 2.3%، بينما صندوق النقد الدولي رجح أن يكون المعدل نمو بنسبة 4%. هذا كله يعني أن هناك ركودا متوقعا في الاقتصاد التركي دفع كثير من الشركات إما لتقليل عملياتها الإنتاجية أو تخفيض عدد العاملين لديها أو ربما اللجوء إلى السدانة إذا كان ذلك ممكنا للوفاء بالتزاماتها. أشكر جزيل الشكر، وضحت الفكرة المحلل الاقتصادي حسام عايش، كنت معنا عبر شاشة الغد من عمان، شكرا لك. السوق مستمر معكم مشاهدينا من قناة الغد في القاهرة وتتابعون فيه بعد الفاصل. تخفيضات أوبك وعقوبات فنزويلا تحد من خسائر أسعار النفط. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة النفط العراقية عن تصديرها 113,111,437 برميلا من النفط خلال يناير الماضي، وبلغت حجم الإيرادات أكثر من 6,352,753,000 دولار. أضافت الوزارة أن المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3,649,000 برميل، لافتة إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 56 دولار. ويعد العراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، حيث يضخ حوالي 4,600,000 برميل يوميا، وتتجه معظم صادراته من الخام إلى آسيا. تأثرت أسعار النفط بارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية واستقرار إنتاج البلاد عند مستوى قياسي، لكن تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك والعقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا قدمت دعما للأسعار. أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة 1,300,000 برميل في الأسبوع المنتهي في أول فبراير لتسجل 447,200,000 برميل. وفي غضون ذلك ظل متوسط الإنتاج الأسبوعي للخام الأمريكي عند المستوى القياسي عند 11,900,000 برميل يوميا، والذي بلغه في أواخر 2018. ولمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الخبير الاقتصادي ناصر قلمون. مرحبا بك معنا السيد ناصر عبر شاشة الغد. في ظل اتفاق أوبك والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وكذلك سبقتها العقوبات على إيران،
برأيك ما الذي يحرك السوق حاليا؟ لماذا لم تتفاعل الأسواق النفطية مع هذه الأحداث بالشكل المناسب وتتجه الأسعار إلى الصعود؟ باختصار أقول أن الولايات المتحدة كسبت مليون برميل بإنتاجها مقابل خسارة أوبيك أو إعادة ترشيد إنتاج أوبيك مليون برميل والذي بدأ حيز تنفيذ منذ شهر. العوامل التي تؤثر فيها، نعم، أن العقوبات الأمريكية على إيران كانت ملطفة بعد تهديدات خلال الصيف، وبالتالي لجأت كثير من الدول إلى إعادة الحسابات. جاء الاستثناء الأمريكي ليجعلها نصف عقوبات على 8 دول هي أساسية للاقتصاد الإيراني، وبالتالي تابعت شراء النفط الإيراني باستثناء كوريا الجنوبية التي توقفت 3 أشهر ثم ربما تعود بخجل الآن. من ناحية أخرى، حوادث فنزويلا والاضطراب الداخلي فيها لا يؤثر كثيرا على السوق الدولية برأيي، بحكم أن إنتاجها أقل من مليون برميل، نصفه إلى الولايات المتحدة ثم النصف الآخر إلى الهند والصين وشرق آسيا. باختصار، تستطيع الآن الشركات الفنزويلية، ليس عليها حصار للتصدير إلى أمريكا، إنما هو المشكلة أن الأموال التي توضع في حساب خاص لا تستطيع حكومة الرئيس مادورو أن تستفيد منها. إذن هل يقلل هذا من جدوى اتفاق أوبك بخفض الإنتاج بمليون ومائتي ألف برميل؟ وهل يفرض خيارات أخرى على المنظمة في المدى القريب؟ أوبيك وأمانتها العامة محمد باركندو هم لا يتعاطون في الأمور السياسية أو الاتهامات بشكل مباشر، يضعون السياسات ثم ينتظرون التزام الدول، كما تلتزم بشكل خاص المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بحصص الإنتاج. لكن يبقى أن هناك عدة ثغرات. أولا، أن روسيا متباطئة في احترام الإنقاص الإنتاج، هذا رقم واحد. 2، أن سوق النفط بشكل عام هناك وفرة في الإنتاج الليبي فوق مليون، في 1.1 مليون برميل. و3، برأيي أن كما قلنا العقوبات على إيران لم تفعل فعلها كثيرا، هي أنقصت الإنتاج الإيراني مليون برميل، لكن الآن ننتظر نحن بعد شهرين لمعرفة إذا كانت العقوبات الأمريكية ستستمر أو تمدد الاستثناءات لإيران. ولا أرى أن هناك تهديدات أمريكية يعني تفعيل الحصار على إيران، وربما هناك تمديد، هناك ملاطفة أمريكية من تحت الطاولة للجانب الإيراني. نعم، أرجوك تفضل بالبقاء معنا السيد ناصر قلاوون من لندن. أكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يعيد التفاوض مجددا مع بريطانيا حول اتفاق خروجها من الاتحاد، وفي بيان مشترك عقب مباحثات رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل، أكدت مفوضية الاتحاد أن المباحثات كانت شاقة لكنها بناءة، مشددة على ضرورة الوصول إلى صيغة من شأنها أن تحظى بأكبر دعم ممكن في البرلمان البريطاني. هذا توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني أن يشهد الاقتصاد تراجعا في الأداء على مدار السنوات القليلة المقبلة، حتى وإن تمكنت المملكة المتحدة من تأمين اتفاق للانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ويتوقع أن يشهد الاقتصاد نموا نسبته 1.5% في العام الجاري مقابل تقديراته السابقة عند 1.9%. أضاف المعهد أن الاقتصاد سيبدأ في التعافي قليلا في 2020 و2021 عبر تسجيل نمو نسبته 1.7%. وبالعودة مرة أخرى إلى لندن والمحلل الاقتصادي ناصر قلاوون للتعقيب حول هذا الموضوع، في ضوء الزيارة التي تقوم بها تريزا ماي حاليا لبروكسل، سيد ناصر، هل من فرص التوصل إلى تسوية، فتح باب التفاوض من جديد في ظل موقف بروكسل تجاه تريزا ماي والموقف الداخلي أيضا في لندن من الاتفاق برمته؟ أجيب بناحيتين. أولا، هناك تقرير صدر منذ نصف ساعة عن بنك إنجلترا المركزي
وتوقع تراجع النمو الناتج المحلي من 1.7 من تقديره السابق في نوفمبر من 1.7 إلى 1.2 للعام الحالي، وبالتالي أقل من التقدير التي ذكرتموه من معهد آخر. بنك إنجلترا المركزي له عدة إشارات، منها يعني خروج بريطانيا من الاتحاد. رقم 2، بالنسبة للمفاوضات الجارية في بروكسل بين رئيسة الحكومة والجانب الأوروبي، برأيي بدأت بداية سيئة، وأنا هنا ألمس من زملاء بريطانيين وخبراء بأن يعني تصريح توسك عن قضية جهنم وأن رافضي يعني أوروبا هم سيذهبون إليها قد ترك يعني طعما مرا في نخبة بريطانية حتى موالية لأوروبا. هناك غضب بريطاني برأيي من تدخل الاتحاد الأوروبي في مسائل إيرلندا بشكل عميق. ورقم 2، كما قلنا هناك، لا أتوقع أنا أن يحصل تغيير جوهري في وثيقة الانسحاب البريطانية من أوروبا 558 صفحة، إنما قد يحصل بعض التغيير في وثيقة الانفصال السياسية، الإعلان السياسي 16 صفحة، بإعطاء إعلان معين عن إيرلندا بدون التزام قانوني. هذا لا يرضي البرلمان برأيي، والمشكلة ما زالت موجودة. أشكرك جزيل الشكر المحلل الاقتصادي ناصر قلاوون، كنت معنا عبر شاشة الغد من لندن، شكرا لك. يحصل مئات المديرين التنفيذيين على رواتب لا تقل عن 10 ملايين دولار سنويا، بل ويحصل بعضهم على رواتب أعلى من هذا الرقم بكثير. وأصدر موقع وول ستريت تصنيفا لأعلى المديرين التنفيذيين الأمريكيين أجرا خلال العام الماضي. النظر. إذن بهذا مشاهدينا نصل مع حضراتكم لختام حلقتنا من السوق لهذا اليوم، ونذكركم بأبرز ما كان لدينا من عناوين. الحكومة التونسية واتحاد الشغل يتفقان على رفع أجور 670 ألف موظف عام. للمرة الأولى صندوق الثروة السيادية التركي يسعى لاقتراض 1 مليار يورو. شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم دوما في أمان الله، إلى اللقاء.